اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ريداك. اليوم احنا بجانب الايمن مدينة الموصل، اليوم عندنا اكلة جديدة وبمنطقة جديدة. اليوم احنا بباب جديد، واكثر شيء مشهورة به باب جديد هي شنو؟ الاكلات الفشاكش او المشاوي. فاليوم راح ناخذكم الى اطيب المشاوي الموجودة بباب جديد. خليكم ويانا ونروح ناكل ونسولف انا وياكم. منطقة باب جديد أكثر شيء مشهورة بيها هي شنو؟ الأكلات الشعبية. نشوفها الأسواق الشعبية اللي حوالينا مليانة مطاعم، بيها كثير من الشغلات اللي تخلي الواحد يستمتع، شربة زبيب، قص، مشاوي وكثير من الأكلات. هسه راح نروح ناكل مشاوي وأخذكم وياي حتى تشوفون شلون راح نستمتع بهاي الأكلة. تعالوا وياي. السلام عليكم حجي. شلونك؟ شلون صحتك حج؟ ايش عندك؟ عندي كباب، عندي فلافل، عندي معلاه، عندي قلب، عندي شلاوي. حجي نعم. اعطينا 2 كباب، 2 معلاق، 2 تكه. او اقول لك سوي لي 2 من كل شيء. 2 من كل شيء. 2 من كل شيء. شكل شكل كم نفر؟ كل شيء 2. كل شيء 2. المهم شنو؟ داري لي اياه ويا الطماطم المشويه. تمام؟ انا راح اطبق جوا وانتظرك. يلا خلني اطب جوا ويجي لي الاكل اللي يمه. تعال. المشاوي بس اشوفكم المنظر. لا لا هاي بعدين بعدين ويلي الله بعدين. من اقصركم دقيقه. دائما المشاوي عندنا بالموصل يعني لهم طريقه غير شكل، يجي مقسمه جوا طريه. كيف مشاوي لازم وياه شربة زبيب. شربة زبيب لازم ويا المشاوي يكون موجود. بما ان احنا بدنا ناكل وانا بصراحه جوعان، كنت انتظر هاي اللحظه. زين فشو نسوي؟ ناخذ لنا شيش كباب، طماطه، واهم شغله شنو؟ لازم البصل موجود. اتوقع كان اكو سماق. سماق اكو طماطم مشوي. زين دخلين نعمل الشكل مغمس وراها. هسه منو داكل؟ كثير من الناس جوعانه. اشوفكم بعد شويه. بعد شويه عندنا شغلة راح نسويها. صبروا لي. بعد المشاوي لازم يجينا الشاي، والشاي هسه بهاي المنطقه وبهاي الاجواء ما كثر منها. هاي كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا تونستوا ويانا، الاكل عجبكم. ولا تنسون بالاخير مثل كل مره اقول لكم قولوا لي بالعافيه. نشوفكم حلقه جديده. باي باي.